بغيتي تغلاضي وتقادي لاطاي، جربي معايا هاد الوصفه وردي عليا الخبر. جبت لكم وصفه لزياده الوزن صالحه للنساء للرجال والاطفال، وكنتحدى اي شخص يجربها كيف ما غنعطيكم ويتبعها المده اللي غنعطيكم، ويرجع عندي من بعد ما يستعملها ويقول لي ما عطاتوش نتيجه. اكيد لا، فهي كتعطي نتيجه. السلام عليكم اخواتي، كنتمنى ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبافضل الاحوال وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم جبت لكم وصفه لزياده الوزن كيف ما قلت لكم صالحه للجميع، بصراحه وصفه طبيعيه مكوناتها بساط ومكوناتها طبيعيه، وكنتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. وما تنساوش اخواتي دعم القناه، فقناتي بقى صغيره فانا محتاجه اللايكات ديالكم والاشتراكات والتعاليق ديالكم، وبارطاجيو لا فيديو باش تعمل فائده، فان شاء الله هذه الوصفه فعاله باذن الله، فهي وصفه طبيعيه. فانا ممكن انني نعطيكم وصفه بصراحه كاينين وصفات كيزيدوا في الوزن بسرعه بطريقه سريعه بزاف، ولكن صحيا ما ننصحكمش بهم. فانا جبت لكم وصفات طبيعيه كيف ما كنستعمل انايا، فهي وصفه زوينه بزاف وكتوقي حتى من فقر الدم. واستسمح اخواتي الى طولت عليكم، فضروري انني ندير البدايه نهضر على الوصفه. والوصفه ديالنا هي هذه، غنحتاجوا نصف لتر ديال الحليب، ونحتاجوا جوج ديال الموزات، ونحتاجوا الشوفان اكيد مقلي، ونحتاجوا الزنجلان اي السمسم حتى هو مقلي اكيد كنكونوا غسلناه ونقيناه وحمرناه، وعندي اللوز والزبيب الاحمر. بصراحه مكونات طبيعيه وعندهم واحد القيمه الغذائيه ما نقول لكمش، بصراحه شي حاجه رائعه بزاف. كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه، واكيد اي وصفه حطيتها لكم كنكون مجرباها وكتكون كتعطي نتائج زوينه بزاف. ودابا ان شاء الله اخواتي غنمر معاكم باش نطحنوا في الطحان الكهربائي، فاحنا غنطحنوا هاد العناصر اللي عندنا على شكل عصير، واكيد غنعطيكم شحال المقياس اللي خاصكم طحنوه، فبقاو معايا. ودابا اخواتي نبداو الوصفه ديالنا على بركه الله. بسم الله، عندي جوج ديال الموزات كيف ما قلت لكم، غنوضعهم في الكاس ديال مولينيك او الطحان الكهربائي، الكاس ديال الطحان الكهربائي، بصراحه هاد الوصفه رائعه بزاف، كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر، فانا ما يمكنش نحط لكم شي وصفه ما مجرباهاش وما كتعطيش نتيجه، الا اذا كان شي مشكل عويص في الجسم، وان شاء الله فهي فعاله. صافي، وضعت دانون بيرلي، وغنضيف نصف لتر ديال الحليب. فركزوا معايا مزيان على الوصفه، وهنايا عندي الشوفان اللي انايا محمره كيف ما قلت لكم، هذا عندي ما محمرش باش اللي ما عارفوش يشوفوا ويعرفوا. صافي، غنضيف منه هذا اللي محمر، غنضيف منه ملعقه كبيره، غنضيف واحد الشويه حيت ما عمرتهاش مزيان خاصها تقبب. وهنايا عندي الزبيب الاحمر، فهو صحي بزاف ومفيد، حتى هو غنضيف ملعقه كبيره. وعندي زنجلان محمر اي السمسم محمر، حتى هو ملعقه كبيره. وعندي اللوز، غنوضع منه حتى هو ملعقه كبيره. صافي، غنطحن العناصر ديالي مزيان حتى يوليو على شكل عصير. فانا وقفت التصوير باش ما نصدعكمش بالطحانه الكهربائيه. صافي، غنكمل نطحن العناصر اللي عندي مزيان ونرجع معاكم. صافي اخواتي، فانا طحنت
العصير ديالنا الصحي. بصراحه كيجي لذيذ، و الا بغيتو تزيدو تحليوه بصراحه فهو كيجي في المذاق زوين، واللي باقي باغي يزيد يحليه يحليه بالعسل الحره. العسل الحر بصراحه غادي يزيد واحد السعرات الحراريه وواحد المنافع زوينين، واللي بغى يشربو غير بحال هكذا فهو مفيد وصحي. صافي نرجعو نتكلمو ان شاء الله على الطريقه ديال الاستعمال ديال الوصفه ديالنا. وهذه هي الوصفه او العصير اللي حضرنا مع بعضياتنا، بصراحه فيه منافع كثيره بزاف، فهو كيوقي من فقر الدم وكيزيد في الوزن. غير جربوه على ضمانتي وان شاء الله يكون خير. ودابا غنشربو معاكم، وبصراحه غنقول لكم بعدا الطريقه ديال الاستعمال. فبالنسبه لهذه الكميه اللي طحناها فكتكفي لشخص واحد لمده يوم. غتبقاو تشربوا كاس واحد قبل الفطور، وكاس واحد بحال هكا قبل الغداء، وكاس واحد قبل ما تناموا. ملي تبغيو صافي تنعسوا عاد باش تشربوا الكاس الثالث. صافي هذه هي الكميه اللي غتبقاو تطحنوها يوميا للشخص الواحد. ودابا غنطوق بسم الله على بركه الله. بصراحه رائع، بصراحه اخواتي مذاق لذيذ وفوائد لا تعد ولا تحصى. بصراحه زوين بزاف، كيف ما قلت لكم غير داوموا عليه لمده اسبوع اكيد غتكتشفوا انكم بديتوا كتزادوا في الوزن، واكيد وزنوا ريوسكم. كنصحكم انكم توزنوا ريوسكم قبل ما تبداو الوصفه، ومني تكملوا اسبوع انتم كتستعملوها يوميا كيف ما قلت لكم، كاس في الصباح وكاس قبل الغداء وكاس قبل ما تناموا. وبالصحة والراحة، جربوها بالصحة والراحة. وكنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تشجعوني اخواتي. وكنشكر جميع الناس اللي دخلوا عندي في الوصفة اللي كانت فايتة ديال الزيادة ديال الوزن. بصراحة هي كانت وصفة زوينة بزاف اللي كنت مجرباها، وحتى هذه جربتها وعطاتني نتيجة زوينة بصراحة. وانتظروا الجديد ديالي ان شاء الله، وكنتمنى انكم دائما تدعموني باش القناه تكبر بكم ان شاء الله اخواتي. وشكرا لكم على الدعم ديالكم، وكنشكر جميع الناس اللي دخلوا عندي في الفيديو السابق ديال الزياده ديال الوزن. اخواننا الجزائر فاحنا خاوه خاوه، والاخوان ديالنا المصريين والدول العربيه كافه فانا كنشكركم بزاف اللي دخلوا خلاو لي التعاليق. وكنشكركم اخواتي، كنشكر كل من دخل القناه ودعمني. وكنقول لكم اخواتي اي حاجه ما مشروحاش في الفيديو، اي حاجه ما واضحاش فخليوها ليا في التعاليق ونجاوبكم ان شاء الله. واي حاجه بغيتوني نقدمها لكم في القناه حتى هي خليوها ليا في التعاليق. وشكرا لكم اخواتي، بصراحه من كل قلبي كنتشارك معكم اي وصفه اللي تفيدكم. وكنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وتهلاو في الصحيحه ديالكم. فالصحيحه اخواتي هي كلشي، بصراحه فالصحه هي كلشي. وكنقول لكم فانا كنبغيكم بزاف، ودابا كنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله.